تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بقية تهنئة من سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للبحريني للفروسية وسباقات القدرة رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسماءات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين بالميدالية الذهبية في سباق ثلاثة آلاف متر موانع للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 واعرب سموه عن اعتزازه الكبير بالانجاز المشرف الذي حققته العداء ونفر ديافي بتتويجها بالميداليه الذهبيه في اولمبياد باريس 2024 وتسجيلها لرقم اولمبي جديد حيث ياتي ذلك ثمره للرعايه الملكيه الساميه من حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للرياضه والتي دفعت الرياضيين للتالق واحراز الانجازات في المحافل الرياضيه